بطل البطولة دي السنة اللي فاتت 2014 أحمد طارق، وكان في المركز الثاني كان هيثم سمير. البطولة السنة اللي فاتت كان فيها مأساويات كتيرة. كنا ماشيين طبيعي جدا بالموتور الام 50 التوربو، وبعد كده من حوالي اسبوع الموتور اتكسر، فبقينا محطوطين في موقف دلوقتي ان احنا هنجيب موتور زيه بالظبط ونشتغل بيه، او هنجيب موتور جديد خالص نوع تاني خالص. فمشينا احنا في الاتجاه بتاع ان احنا نجيب موتور جديد خالص من نوع تاني اللي هو ال2 جي زي. دلوقتي احنا في المراحل اللي احنا بنقفله في بعضه وهننزله في العربيه ان شاء الله. في 2011 كسبنا 2011 وكسبنا 2012، طلعنا بطوله شرق اوسط في 2012 والحمد لله جبنا مركز تاني. 2013 حصل عطل فني صغير كده استبعدنا عن البطوله. في 2014 ما لحقناش نخلص العربيه. 2015 يا رب ان احنا نخلص العربيه في الوقت المناسب ونقدر نخش ننافس ونطلع شرق اوسط تاني. احب اقول لجمهور رياضه السيارات اللي متابعنا، احنا بنتعب جدا عشانكو عشان نبسطكو. الفتره اللي جايه هتشوفوا مستوى سواقه في حته ثانيه خالص، مستوى عربيات في مستوى قوي جدا بينافس على مستوى الشرق الاوسط كله، وانتوا عارفين ان المجهود ده عشانكو.